صوت العرب من القاهرة. إن أشيا زمن على حجر التاريخ حكايات، خلينا نقدر نشوف ماضينا. منها اللي ساب إنذار: لا تفتح هذا الباب، الموت يرفرف بجناحيه على من يعكر صفو الملك. تحرك أبا الهول، هذا الزمان تحرك ما فيه حتى الحجر. ومنها اللي حكى عن روعة الحب ولوعته: ساعدها أروع من الذهب، أناملها أزهار لوتس، نبيلة المظهر عندما تمشي على الأرض. ما هذا السر؟ العلم به ذنب والجهل به ذنب أكبر. صدى بعيد يأتي من طيبة البعيدة. سايب تاريخه على الجدار منقوش، لا يوم يزول ولا يتمسح من العقول. يفضل نقش الحجر منحوت في الصخور شاهد أمام التاريخ على عظمة الإنسان. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون ولي، ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة، فذاك مثوى سيد الآلهة. نقش حجر يفك طلاسمة مهاب ممدوح، هندسة إذاعية محمود صبري، يخرجه إلى النور سعدي حسين. أهلا بكم مستمعينا الكرام، والجزء الثاني من معركة قادش، أو يعني تفسير النقش الحجري للوحة الجدارية لهذه المعركة والموجودة على العديد من المعابد المصرية القديمة، مع الأستاذ مايكل يحيى المرشد السياحي، واستكمال باقي المعركة. إن أشيا زمن على حجر التاريخ حكايات، خلينا نقدر نشوف ماضينا. رمسيس الثاني معركة قادش ذكرها على جدران معبد أبو سمبل فقط؟ لا، خد عندك يا سيدي، ذكرها في معبد الرمسيوم بتاعه، ذكرها على جدران الصرح الأول بتاع معبد الأقصر، ذكرها أيضا في معبد الكرنك، ذكرها في معبد أبيدوس، فذكرها بنفس الرسومات دي، بنفس الرسومات يعني وبنفس البيوت. أنا شايف هنا المشاة، وشايف هنا العجلات الحربية اللي هو سلاح المركبات، وشايف هنا وحاجة قصة كمان، والرماية كمان، الرماة، وهنا قلاع قلعة اللي انت بتهجم عليها بقى. فهو الموضوع ده مهم قوي بالنسبة لرمسيس التاني، لان في ناس بعد كده قعدت تقول لك لا ده هم الحسين انتصروا، لان الحسين ما انتصروش. طب انا هقول لك ليه، ده كل ده قبل معركة قادش، ده هو ده التجهيز، هو رايح بقى لمعركة قادش. معركة قادش هو بقى في الاتجاه بتاعه قابل او العساكر بتاعته مسكت اتنين من قبيلة اسمها شاسو. كده موضوع القبائل عند المصري من زمان، وهم القبائل البدوية، وموضوع حساس عند المصري. فالقبائل قالوا له الحق، الاتنين بتوع القبائل قالوا له الحق، ده الحيسيين جايين في مدينة ومستقرين هناك. المدينة دي اللي هما بيتكلموا عليها دي على مسافة 3 ايام مشي، هو عايز يعجل، فقال لك اتحرك انا وايه ورع هاخد انا فيلق رعه وفيلق امون يطلع. هو كان بقي، هو طالع الجيش بتاعه، هو واخد فيلق امون وواخد معاه فيلق رعه، وبحيث ان هما ايه ينجزوا في الوقت يعني. ليه؟ زي ما قلت لك، احنا لما بنكون رايحين حته التدريس بتاعتها صعبه او غريبه عننا، فبنحب ننجز في الوقت. ما كانش يعرف ان ده كمين، ان هم اساسا مستنينه في المدينه اللي قبلها، ده قادش.
فقدر ان هو في الفتره دي ان هو حصل مواجهه هجوميه صعبه, قدر ان هو على الفيلقين اللي هو الرع وبتاح وست كانوا جايين في يعني ما حصلنهم كده كده. لما لقى ان هو دخل في معركه راح بعت في حاجه اسمها الرسول السريع, خلاه يجري جري علشان يبلغ الفيلقين التاني انه يلحقوه. نعم. وفعلا ابتدوا يلحقوه. في الفتره دي في المعركه دي هو عمل ايه, لعب لعبه الكماشه, افتكر المعركه كل ده, انت بتتكلم في معركه في ثواني كل ده بيحصل. تمام. هو وثق بعد كده بالكلام الموجود على الجدار. انا قدامي منظر للجدار, وأحلى حاجة يعني المعركة مرسومة على الجدران ذات نفسها. بالضبط. انت لو رحت معبد, انا ليه اخترت معبد ابو سمبل, لان الجدار بتاعه اوضح. مفيش يعني ما حصلش تآكل جوي للحروف زي ما حصل لمعبد الأقصر مثلا. يعني معبد الأقصر لازم تروح في وقت معين بتعامل معين من الشمس عشان تقرأ. تعرف تقرأ. غير كده مش تعرف. ولكن معبد أبو سمبل يعني الدنيا واضحة أكتر بسبب الإضاءة اللي عملها وزارة الآثار. فالمهم القصة بقى بتحكي إن هو ابتدى يلف من وراهم, خد هو الفيلق بتاعه ولف أو جزء من الفيلق, وخلى الرعى والفيلق التاء وفيرق أمون أو جزء الخاص الجزء منهم ابتدوا يحاربه بحيث إن هو يشغلهم وهو يلتف حواليهم, يلف حواليهم يعمل عليهم كماش. انا شايف ده اهو. لا ده دي دي بقى الحركه دي هي دي, ما هو دي بيعدي من ورا القلعه عشان يهاجمهم. بعد كده وابتدى, لا دي قلعه اللي هو حاصرها بعد كده. فضل ان هو يحارب وراح عمل ايه, ابتدى يرميهم في النهر. زنقهم يعني, زنقهم ورماهم في النهر. وعقبال ما بتاح او فيلق بتاح وفيلق ست حصلوا كان اوريدي سيطر على الليل. تخيل الراجل ده كان عنده ما يعادل 30 سنة تقريبا. فكتب على جدار المعبد او الجدار الشمالي ده بيت شعر. بيت الشعر ده اساسا حطه في كل حتة من المعابد اللي انا ذكرتها لك اللي بتتكلم عن معركة طدش. هذكر لك بعض ابيات صغيرة من الشعر ده, من الشعر ده اللي هو كتب, اللي هو كتبه على جدار المعبد. العجل الحربية كان بيشيلها اتنين. واحد بيسوق الحصان او الحصنة, والتاني اللي بنقول عليه المحارب الرامي بتاع السهام ده, رامي ومعاه سيف ومعاه فاس ومعاه مقمعة ومعاه ترس. ده اعتاد يعني, يعني يعني جاهز ل... انت بتكلم واحد عسكري صميم داخل حرب, لازم الشدة بتاعته زي ما بنقول عليها في الجيش عندنا. طلع بالشدة بتاعته. من الواضح ان الربان اللي ماسك الحصينة مات. فجه لو بصينا هنا في الصورة هنا الملك رمسيس الثاني ماسك القوس وبيرمي ورابط حوالين وسطه اللجام, اللجام بتاع الحصينة. لم يكن معي ربانا وكدت أفقد عجلاتي الحربية, لا وجود لجندي ولا ترس. لقد ناديتك يا أبي أمون, فأنا محاط بأعداء كثيرين الذين حتى لا أعرفهم. كل الأراضي قامت علي وها أنا وحدي, لا يوجد أحد معي ولا أحد ينظر إلي. عندما ناديت عليهم لم يسمعني أحد, ولكني وجدت أمون معي, وجدت أمون جاء إلي عندما ناديته. بيصف وصف دقيق حاله في قلب المعركة إن هو أنا لوحدي. ده رمسيس الثاني عشان بس مستمعينا ما يروحوش مننا. ورمسيس الثاني في الفترة دي احنا بنتكلم عن واحد طوله ما يعادل 187 سنتي. شاب عضلات. يعني احنا اتفقنا ان هو عيلته عسكرية اساسا, فاوريدي هو الولد من وايام ما كان هو لسه امير متربي في منف العاصمة العسكرية. ف
كون بقى ان هو يوصل لمرحله ان هو بيعمل كل حاجه في نفس الوقت ومعهوش ولا ربان والعساكر بتاعته مش معاه. يعني ايه عساكر بتاعته مش معاه؟ كل ملك بيكون ليه حاجه اسمها الحرس الملكي مش موجودين. ولكن هو علشان يعني برضو خلينا نتكلم هي دعاية سياسية لأمون لأن أمون هو المعبود الرئيسي للدولة في تلك الفترة، فهو لازم يبجد ويبجل في أمون علشان يقول لهم برضو أمون هو اللي وقف معايا ببركة أمون بالظبط. زي ما احنا بنقول ببركة ربنا ببركة دعاء الوالدين انت بقى حظ. طب نبص العتاد بتاع المصريين ايه. المصري كان السلاح الرسمي بتاعه الحربة، وال ترس بتاعه اللي بيبقوا ماسكينها اللي هم زي ما احنا شايفين كده برضو عشان نوضح للمشاهد زي ما احنا شايفين جنود المشاة ماشيين بخطوه عسكريه وفي ايديهم الحربه الخطوه العسكريه وهي اعداد مهوله اللي هي شمال يمين شمال وكل واحد منهم ماسك ترس. الترس بتاعنا مستطيل والقمه بتاعته مقوسه شويه. اللي بتوع القبائل الحسيين، الحسيين احنا بنتكلم عن ما بين تركيا وكردستان. يعني الفكر في البلاد دي ان الترس بيكون اسطواني دائري دائري، فهنلاقيهم ماسكين الترس بتاعهم الدائري وسيف مسنون وخوذة مدببة من فوق وفيها زي سلاح في القمة بتاعتها والسلاح ده كان شبيه بنصف الهلال. هي الاسطوانيه دي عامله زي الدرع مثلا، ما هو الترس ده هو الدرع الدرع بتاعك اصل الترس ده اللي انت بتشيله الدرع ده اللي انت بتلبسه. يعني ايه الدرع اللي انا بلبسه؟ اللي انا بلبسه على الصدر ده على الصدر ده اسمه درع. التاني اللي هو الاسطواني ده اللي انا بمسكه ترس. المصري هتلاقيه مستطيل وعليه ايه زي ومستطيل ومن تحت كده واخد زي من فوق تقويسة ومن تحت نازل مستطيل. احنا عندنا بقى الجندي بتاعنا هل بيمشي هما دول كده أسرى في المعركة ولا احنا ده ولا دي معركة؟ دي كده زي ما بقولك ايه قاعدة هداوة تمام. ولكن المعركة نفسها اهي ايوة هنلاقي فيه ان احنا اوريدي ابتدينا ندخل في المعركة، في ناس بتضرب، في حسينة ابتدت تغرق زي ما هنا في النهر هنا هو ده اسمه يقال عليه نهر الكلب. في ناس بتقع تحت العجلات الحربية اللي احنا بنهاجم عليهم، في عجلات حربية بتتقلب، في احد الجنود ماسك حربة اللي احنا بنقول عليها حربة السيف اللي لو احنا ركزنا في الحربة دي شبيهة باللي بيستخدمها بتوع الوشو في المعارك الحربية الصينية. غير ان احنا كان عندنا السيف مشهور جدا. طبعا الجندي العتاد بتاعه ايه؟ الجندي المصري اولا احنا قلنا الترس والحرمح الرمح او الحربة زائد النبال او السهام والقوس زائد فاس اللي هو بلطة البلطة زائد المقمعة. المقمعة دي بقى عاملة زي الشاكوش بس مدورة اللي هي زي شبيهه بالمرزبه شويه ودي هدفها العسكري لما بيمسكها لازم يكون محترف الحرب بيها. ليه؟ هدفها ان هي بتكسر المفاصل يا اما تضرب على الدماغ تكسره تفلقه نصين. انا اسف كل دي ادوات ثقيله جدا. الشده دي تقيله لان كان زمان هقول لك حاجه عصرنا غير عصرهم كان لازم العسكري يكون خفيف وقوي ومع السلاح بتاعه. السلاح بتاعك مبدئيا انت يعني لازم يكون برونز قوي لان ده كان عصر البرونزي المادة المصنعة منها مش النحاسية النحاس اضعف ضعيف المعارك عشان كده المصريين وصلوا لمرحلة اقوى سلاح برونزي كان هتلاقيه في مصر. حتى عندنا السيف المصري واشهر سيف هنلاقيه السيف بتاع الملك توت عنخ امون اللي موجود بالمتحف المصري. السيف ده شبه المنجل شوية واخد تقويسة كده من فوق يد السيف باستقامة وبعد كده تقويسة زي ايه المنجل ودي كان هدفها ان انا وانا بحربك اقدر بالتقويسة دي فيها ليها سن مع استقامة يد السيف السن ده اقدر اسحب بيه ترس من ايد العدو
عشان اخليه مكشوف واقدر اضربه. غير ان الضربه دي بتاعت السيف ده عامله زي المنجل فبتجز الراس. والمصري في الفتره دي كان لما بيدخل معارك وبياخد معاه السيف ده معناه انه داخل يموت. مش هيدخل يتفاهم. السهام دي معركه حياه او موت يعني. بالظبط. احنا عندنا هنا الحائط ده متقسم سطر وبعد كده سطر بعد كده سطر اي 3 4 5 5 خمس صفوف او خمس اسطر عليهم رسومات مختلفة. اول سطر بيورينا التضاريس بتاعت الارض المعركة اللي فوق ده اللي فوق. انا بس بقول لمستمعين ان احنا ده شايفينه لو هم بعد كده اللي يعني يكون ليه الحظ ويروح معبد ابو سمبل هيلاقي الكلام ده منقوش هناك. دي هتلاقيها فوق في سقف الجدار من ناحية سقف الجدار. العجلات الحربية دي بتاعت الحسين. طب انا عرفت منين؟ اللي هي على الشمال الناحية اليسارية. من فوق على اليسار من فوق. طب عرفت منين؟ حجم العجلة الحربية كبير. احنا العجلة الحربية بتاعتنا صغيرة. الدرابزين بتاعها صغير. ليه؟ عشان اعرف منها تكون خفيفة ومنها لما اجي انط منها انط منها بسرعة عشان اعرف احارب وارجع عليها تاني. لان دي بتعتبر زي ايه؟ احنا قلنا دي مركبة. ففيها كذا عسكري بيكون موجودين. واحد بيبقى الربان بتاع الحصنة والواحد بتاع رماة والتاني بتاع سيف او يكون اتنين. بس 90% كانوا بيبقى اتنين طالعين فيه. نبص هنا برضو في نفس الصف بس احنا في اتجاه اليمين بنلاقي منظر للجنود وهي بتجري متسربعة. نبص ننزل بعد الصف الاولاني فوق خالص ده بننزل الصف اللي تحتيه بنلاقي الملك ده رمسيس ظاهر تاني. الملك رمسيس الثاني ظاهر اكبر. ليه؟ لان ده اللي عليه العين. فانا لازم انا كشخصيه عليها العين لازم اظهره كبير علشان اقول هو ده اللي انا بتكلم عليه. ونلاقيه واقف في العجله الحربيه مزينه باسد وفي جعبه السهام جنبيه اللي هو يقدر وهو واقف يسحب بالسهم ويبتدي يضرب. وهو اساسا واقف بيضرب السهم وهو ماسك القوس والسهم بيضربه. وفي نفس الوقت رابط حوالين وسطه سرج او اللجام بتاع العربة الحربية. وخلفه هنلاقي في بعض منهم بيسقط من الجيش بتاعه. هنلاقي في بعض من الحيثيين وقع في النهر وده معناه يوري لنا ان هو بالفعل ابتدى ينتصر برغم ان هو الجيش بس بتاعه. هنا في يعني التوثيق هنا توثيق موضوعي يعني بيذكر الحقيقة يعني هو في ضحايا وسقطوا من الجيش المصري لكن احنا انتصرنا في الاخر. احنا انتصرنا وجايب المهاجم ووقع في النهر. بالظبط. تمام. لدرجة ان هم عشان يوريك حاجة الجيش المصري ده مش اي حد. يعني ايه مايكل مش اي حد؟ من كتر قوة العسكري المصري بالرغم ان انا خلاص هغلبك يا عسكري يا مصري. العسكري المصري الجندي المصري قدر يستمر في المعركة لحد ما خلاهم يسيبوا العجلات الحربية بتاعتهم ويسلحهم ويجروا. ما هو باين اهو متفرقين والعجلات لوحدها وهم واقعين في النار. سايب تاريخه على الجدار منقوش لا يوم يزول ولا يتمسح من العقول. يفضل نقش الحجر منحوت في الصخور شاهد أمام التاريخ على عظمة الإنسان. برضو ننزل الصف اللي تحتيه تالت. تمام. التالت هنلاقي المعركة دايما الجنود بتوعنا بالعجلة الحربية جاهزين حتى الحصانة بتاعتنا واخدة شكل جميل. من هنا ومن هنا يعني المنظر إذا كان من اليمين أو من اليسار. دول جنودنا إحنا. دول جنودنا. بس هنا في حاجة رمزية دينية ملكية. إيه هي؟ المفروض من هنا إحنا شايفين الملك لابس التاج المزدوج. والناحية دي برضو للأسف دي دمرت. ولكن الناحية الأخرى من اليمين هنلاقي برضو دي دمرت في معبد أبو سمبل. في المعبد نفسه هنلاقي في معبد تاني موجودة ولا؟ أكيد. أكيد. خلي بالك
احنا قلنا ان دي قصة نشرها في مصر كلها وهقول لك ليه بس اخلص الاول المعركة بعد كده نتكلم ليه الكلام ده ليه رمسيس عايز يوري لا انا انتصرت يا جدعان وذكرها على كل المعابد تمام فلنطلق عليها لوحة معركة قادش مش هنقول عليها لوحة لان هي هنقول لوحة جدارية ما هي جدارية لوحة جدارية يعني معركة قادش بمعبد أبو سمبل وبكل معابد مصر في هذا الوقت أغلبية معابد مصر هتلاقي عليها هذه اللوحة الجدارية رمسيس الثاني هي هتلاقيها نفس السكة نفس اللوحة الجدارية دي يعني الصرح الأول في معبد الأقصر اتفرج عليها دي لوحة جدارية من الناحية الشمالية من المعبد بعد ما بنوصل لمرحلة بننزل الجزء اللي تحتيه بنشوف شكل الجيش المصري اللي هو تقسيمة العجلات الحربية قدامه يعني هنبتدي عجلات هنبتدي عجلات حربية قدام في المقدمة وقوات مشاة في الوسط وقوات عجلات حربية أخرى في المؤخرة زي ما هو موجود كده بالظبط زي ما احنا موجود وموجود من اليسار ومن اليمين اليسار واليمين دي في اللحظة دي احنا هنقول من فوق الجدار ومن تحت ومن اسفل الجدار ليه ممكن يقول الميمنة ميمنة وميسارة تمام اذن هو انا ماشي بالعجلات الحربية حامي بوحية المشاة كلهم انا حامي المشاة بتاعتي زي مثلا حتى هذه اللحظة بتلاقي من ضمن الحاجات تلاقي الدبابة ماشية او المدرعة ماشية والعساكر نازلة تحت بعيدة عن ضرب النار من جوه لحد ما يقدروا يوصلوا الحتة الاساسية وبعدين يشتبكوا وبعد كده يشتبكوا نفس السكة نيجي في الوسط هنلاقي برضو مناظر دي معركة ذات نفسها دي معركة مختلفة يعني انت اوريدي انت ابتديت تمسك العداء طبعا احنا قلنا ان هم هربوا وجوم تاني يوم كان في معركة ما قدروا يعني حصل زي ما بقول لك ايه دول اخذوا قوتهم دول اخذوا قوتهم فاللي هم ايه عنصر المفاجأة انتهى انت عنصر المفاجأة الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه ان هم هاجموا الجيش المصري في الاول والجيش المصري اتدمر منه الفيلق اللي اسمه رع وجزء كبير من فيلق امون ولكن الدعم جه من ست وبتاع وقدروا ان هم يكملوا المعركة ونتج عنها ان الجيش الحيثي بشركاته خلي بالك الجيش الحيثي ما كانش لوحده ده كان جاي يعني من ضمن الحاجات الملك موتيلي اللي هو الملك بتاع الحيثيين في الناس زمايلنا بتحب تهزر وتقول لك متولي فموتيلي كان جاي الجيش الحيثيين وكان جاي مرتزقة وكان جاي وكان عامل اتحاد مع بعض الامارات اللي مش عايزه مصر الامارات السوريه اللي مش عايزه مصر وجايبهم كلهم عاملين اتحاد تخيل دول كلهم اتهزموا لدرجه ان يعني امتى بقول هزيمه نكراء لو كان الجيش المصري مات كله او لو كان الجيش المصري هرب لكن ان الجيش المصري يبقى مكمل في المعركه والعدو بتاعك هو اللي يسيب سلاحه ويجري يبقى مين اللي انتصر؟ الجيش المصري طبعا الجيش المصري طبعا المعارك دي في تزييف للتاريخ في النقطة دي هنيجي نتكلم في النقطة دي بقى دلوقتي طبعا المعركة دي اتكلم عليها رمسيس وعرضها في كل الأماكن اعتقد ان حاجة بيتكلم عن معركة هو خسرها يعني ما اعترفش بالهزيمة بس بقولش ان انا انتصرت لكن هنا رمسيس بيقول انا انتصرت انا من شوية قلت لك ايه الملك المصري لا او المصري لو خلى بنته تتجوز من اجنبي ده كده خزي وعار عليه تمام كده خزي وعار عليه على المصريين لكن لما يتجوز هو اجنبيه ده انتصار معاهدة السلام اللي انتهت بعد كده اللي هي يقال عليها اول او اقدم معاهدة سلام لان احنا لسه في حاجات برضو ايه لقيناها وحاجات ما لقيناهاش يعني في حاجات تانية في التاريخ ممكن تيجي لمصر او على فكرة بلاد الرافدين برضو مليانة تاريخ زينا لو بابل والاشوريين وكده لا ده في ما قبل اشور ما قبل اشور اصل اشور دي ظهرت انت بتتكلم في 900 و700 و800 قبل ميلاد لا ده من قريب احنا بنتكلم الحضارة الشرق الادنى مبتدية في نفس الوقت بتاع الحضارة المصرية
عشان كده بيتخانقوا مع بعض الحضارة المصرية والحضارة الشرق الأدنى بيتخانقوا مع بعض مين اللي ابتدى كتابة الأول. اللي هم السومريين اللي هم يطلق عليهم الأكاديين والسومريين والكلدانيين وكل الكلام ده كله ولكن احنا بنطلق عليهم كلهم لأن هي أساسا حضارة الشرق الأدنى الشرق الأدنى وحضارة بلاد الرافدين. طب خلينا نرجع لقادش تاني. فقادش انتهت بمعاهدة سلام. معاهدة السلام أنتجت نتاج إن الملك بتاع الحيثيين جوز بنته الرمسيس. يبقى مين المنتصر؟ مين بقى المنتصر؟ صحيح. قبلها بحوالي 100 سنة ولا 70 سنة جه الأمنحوتب الثالث ملك ميتان بيقول له النبي أنا عايز أجوز ابني لبنتك. قال له ما عندناش بنات بتتجوز من غرب الميتانيين. فأنت لما تيجي تقول الكلمة دي يبقى معنى كده أن المصري من زمان فيش عنده كلام ده، ده أنت تموتني ولا أديك بنتي. تمام؟ وده النتيجة اللي ظهرت بعد كده أن بنلاقي المصريين بعد كده في اللحظة دي بيثبتوا أن هم انتصروا. طيب أنا الآثار اللي سابها الإخوة بتوع الحيثيين آثار بسيطة جدا وصغيرة جدا. ما تجيش هو برضو بيقول أن هو انتصر بس بتقول أن أنت انتصرت في حتة في حاجة متر ربع. انا بكلمك اللي انا بكلمك فيه ده دي لوحه جداريه عملاقه. لوحه جداريه وعملاقه. انت بتتكلم في 10 متر يا بيه. استاذي العزيز بتتكلم في حوالي 10 متر. ما شايف وصل المعركه اصلا. اللوحه اصلا تمام يعني ابداع ما بعده ابداع. الكتابه المصريه عند المصري الاسره 19 كان ساعتها انتشر فيها الكتابات. احنا عندنا بنصنع ورق البردي، عندنا غاويين كتابه، الكلام ده كله. فهنلاقي المصري قديم في الفترة أسرة 19 قدر ان هو يعمل حاجات كتير، ان هو يكتب بيوت شعر بطريقة كبيرة. تمام. قدر ان هو يكتب التاريخ بحذافيره. قدر ان هو يكتب الأحداث بحذافيرها. هو كانت فترة توثيق يعني. هو عامه الدولة الحديثة وثقت الكثير والكثير من معالم ولا زالت. ومن ضمن الحاجات الحروف نفسها غائرة. واحنا عندنا حاجة في المستقبل لو حبيت تعرف، في حاجة اسمها حروف غائرة او كتابة غائرة وكتابة ظاهرة. النقوش يعني نوع النقوش. نقوش غائرة ونقوش ظاهرة. النقوش الغائرة دي الحرف بيتحفر، ظاهرة الحرف بيترسم حواليه وبيتنظف حواليه وبيبقى هو اللي بارز. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون ولي. ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة فذاك مثوى سيد الآلهة. عامة يعني هذه الموضوعات الشيقة هو ده محور نقش حجر، واحنا سعداء ان احنا بنبرز لمستمعينا هذا التاريخ الكبير والعظيم. وكانت هذه اللوحة الجدارية، لوحة معركة قادش اللي موجودة في أغلب معابد مصر، بالذات معبد أبو سمبل لو حد عايز يعني يزورها ويشوفها بشكل تفصيلي، بتوثق انتصار المصريين على الحيثيين في فترة كانت بتشهد قوة كبيرة جدا للجيش المصري بقيادة رمسيس الثاني. احنا سعداء بجد بوجودك معنا وهذه الحصة التاريخية الجميلة اللي استفدنا بيها بشكل كبير جدا. كل الشكر موصول لي الأستاذ مايكل يحيى المرشد السياحي، ويعني نقول إن شاء الله بإذن الله نلتقي في حلقات أخرى وفي تفسير لنقوش حجرية أخرى. ربنا يخليك. شكرا لك يا فندم. تحت أمرك. نقش حجر. نقش حجر يفك طلاسمة مهاب ممدوح. هندسة إذاعية محمود صبري. يخرجه إلى النور سعدي حسين.